داخلين نصور عملية الجيش اقتصاد. فجأة واحد أطلق النار علينا، ما طلبوش منا نطلع، ما طلبوش منا نوقف، أطلقوا النار علينا. الرصاصة الأولى أصابتني، الرصاصة الثانية أصابت شيرين، وقتلوها بدم بارد لأنهم هم قتلين بس متخصصين بقتل الإنسان الفلسطيني. وهم يدعوا ان فلسطينيين اللي قتلوا، ما كانش بحدنا اي مقاومه، واحنا لو كان عندنا مقاومين بنروح شعائر. شكرا شكرا اخ علي، شكرا.